التعامل مع التقديرات. كيفية التعامل مع التقديرات عبر نظام إدارة التعلم Blackboard على عضو هيئة التدريس، نشر تقديرات الواجبات والاختبارات من خلال نظام إدارة التعلم، ليتعرف كل طالب على الدرجة التي حصل عليها في كل واجب أو اختبار قام بحله. يمكنك الوصول والتعامل مع التقديرات الخاصة بأي مقرر عن طريق الخطوات التالية. قم باختيار إحدى المقررات من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية لتظهر صفحة المقرر. عند فتح صفحة المقرر، نقوم بفتح مركز التقديرات من لوحة التحكم. ومن ثم يتم اختيار أيقونة مركز التقديرات الكامل من محتويات تلك القائمة. ستظهر صفحة مركز التقديرات لكل الطلاب في كل الواجبات والاختبارات. اضغط على أيقونة وسيلة إيضاح الرمز لمعرفة معاني الرموز المختلفة في هذا المركز. ويمكنك التعرف على تفاصيل التقدير الممنوح لكل طالب في الواجب عن طريق الضغط على السهم الموجود بجانب درجة الطالب، لتظهر عدة اختيارات فتختار من بينها عرض تفاصيل التقدير. ستظهر صفحة تفاصيل تقدير هذا الطالب التي من بينها موعد تقديمه لحل هذا الواجب وعدد محاولات الحل وغيرها من التفاصيل. قم بالضغط على عرض المحاولات. لتظهر الصفحة التي يمكنك من خلالها تنزيل الواجب ووضع الدرجة والملاحظات. كما يمكنك أيضاً التعرف على تفاصيل التقدير الممنوح لكل طالب في الاختبار عن طريق الضغط على السهم الموجود بجانب درجة الطالب، لتظهر عدة اختيارات فتختار من بينها عرض تفاصيل التقدير. ستظهر صفحة تفاصيل تقدير هذا الطالب والتي من بينها موعد تقديمه لحل هذا الاختبار وعدد محاولات الحل وغيرها من التفاصيل. قم بالضغط على عرض المحاولات لتظهر الصفحة التي يمكنك من خلالها تعديل الدرجات الممنوحة للطالب في كل سؤال.